آخر جزئية إن شاء الله بدنا نحكي عليها في الماشين ترانسليشنز. الماشين ترانسليشن هي التحديات، إيش التحديات الموجودة حاليا؟ في عندي مجموعة من التحديات، يعني قبل ما ندخل في التحديات، يعني ممكن نعرض النتائج تبعت الوورد ماشين ترانسليشن لسنة 2016. طبعا أنا عندي الهيومن ترانسليشن إنه الليفل تبعه واصل عند 6. لما يكون في عندي هيومن ترانسليتور، فبالتالي 6 هو البيرفكت ترانسليشن، تمام؟ وهي البلو سكور تقريبا واصل 36، 36 غير 6 البوينت 6، تمام؟ 36 احنا حكينا انه هذه يعني انه يعني افضل شغله انه هي 100، او اذا كانت انه الرينج واحد بده يكون بوينت 36، فبالتالي هذا البلو سكور. فبلاحظ انه هنا انه الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن انه جاي عند منطقه البوينت 4 هنا، تمام، وجاي عند البلو انه عند المنطقة هذه 33، يعني في هذا المنطقة النيورال هي يعني بدأ يقرب من البرفكت ماشين ترانسليشن نوعا ما، تمام، والبلو سكور تبعه يعني 35 34 يعني بهذا الشكل. تيجي تحت الأنظمة اللي أقل اللي هي الرول بيست ماشين ترانسليشن، لاحظوا إنه البلو سكور تبعها متدني، تمام. يعني هذا بيدينا يعني لمحة عامة عن كيف شكل النتائج أو كيف شكل البرفورمانس تبع الـ State of the Art Machine Translation. لاحظوا إنه هنا بدنا نحكي شغلة كتير مهمة، إنه في 2017 في عندي كومبيتيشن لجوجل إنه وصلنا لنتائج إنه Near Human Quality، فبالتالي الـ Perfect Translation زي ما حكينا إنه 6، تمام. فهذا الأداة تبع الفريز بيس ماشين ترانسليشن، هذا تبع النيورال وهذا تبع الهيومن. زي ما بتلاحظوا إنه لغاية الآن الهيومن هو المتفوق، تمام. بس هنا من الرسمة هذه بنلاحظ إنه اللانجوج بير بتختلف، لأنه هذا موديل وهذا موديل، يعني هذه الشغلة واضحة وين انجلش تشاينيز مو يعني بيفرق عن تشاينيز انجلش، تمام. لكن اللغات الثانيه انجلش سبانيش، سبانيش انجلش، او انجلش فرنش، فرنش انجلش، اصلا هدول اللغات اصلا من نفس العائله، كلها لغات لاتينيه. فعشان هيك انا عندي الترجمات فيها يعني قريبه لبعض بشكل كتير كبير، يعني انه لو ابدل الانجلش لفرنش وفرنش لانجلش، لما تشاينيز لانجلش لا، لغتين بعاد تماما عن بعض، تمام. حتى الهيومن ترانسليشن يعني بيختلف أدائهم، لأنه لغتين بعاد، لغتين صعبتين بعاد عن بعض. طيب، حكيت التحسين اللي احنا حصلناه لغاية الآن وين متركز؟ متركز في الفلوينسي مش في الأديكوسي. الأديكوسي بس تحسن بسيط. فاكرين الأديكوسي؟ وين الفصاحة؟ هذه الفصاحة والجرامر وهذه المعنى، تمام. فبتلاحظوا انه هنا الامبروفمنت انه والله صار يطلع انا عندي الفلوينسي، انه الجرامر تبع الاوتبوت تكست انه صحيح، بس هل هو بينقل كل المعنى؟ لا، مش بالضرورة، وهذا بفضل الترانسفورمر واللانجوج مودلز اللي احنا بنستخدمها. ففي هنا يعني في مساحة للتحسين عند الادوكاسي، هاي اللي بدنا نوصله. ايش هي التحديات؟ نسردها بشكل سريع. اول حاجه عدم وجود تريننج داتا. ثاني شغله دومين مس ماتش. ايش الدومين مس ماتش؟ انا عندي داتا مدربه على سبيل المثال على بيانات على الطب مثلا، ودي استخدمها في الرياضه، ما هذا دومين مس ماتش. الرير ووردز، كلمات النادره، برضو تعتبر انه هي تحدي. الوورد الاينمنت، لازم يكون في عندي الاينمنت. البيم سيرش اللي احنا شرحناه، النويز، الكنترول اوفر اوتبوت، والانتربريتابيليتي اللي هو انه انا اقدر افسر اداء الموديل، لانه هذا يعتبر تشالنج، لانه النيورال نتورك هي عباره عن بلاك بوكس. نبدا في اولها lack of training data. كيف بدنا نفسر يعني، او يعني الملاحظه هذه كيف بدنا نشوفها؟ يعني فعليا انه انا بدي
آخذ كوربس من أحجام مختلفة، هذه 10 أس 6 مليون، 10 أس 7، 10 أس 8، وبدي آخذ 3 أنواع من الماشين ترانسليشن، أول واحد نيورال، الثاني فريز بيست، والثالث فريز بيست مع بيج لانجويج موديل. خلينا نقارن أول حاجة النيورال مع الفريز بيست بغض النظر إيش نوعه. بتلاحظوا أن النيورال لما تكون أنا عندي البيانات قليلة أداؤه بكون سيء، الستاتيستيكال بيكون أداؤه أفضل، فهذا بيعطيني انطباع أنه لما تكون الداتا سيت سمول ممكن أستخدم ستاتيستيكال أفضل. لكن زي ما تعلمنا في الديب ليرنينج موديلز أنه كل ما زادت البيانات كل ما كانت بتتحسن، فبالتالي هنا شايفين أداؤه كيف بيتحسن، صار أنه حتى اتفوق على الفريز بيست ماشين ترانسليشن. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية إنه في كل الأحوال بغض النظر عن السايز تبع الكوربوس، لما يكون في عندي بيج لانجويج موديل بيؤدي أنا عندي لقفزة كتير كبيرة في النتائج، وهذه بدي إياكم إنه أنتم يعني حتى لو بدكم تشتغلوا أنتم في رسالة الماجستير إنه أنتم تستخدموا ترانسفورمرز كبري ترينت موديلز عندكم، راح يحسن النتائج عندكم بشكل كتير كبير بغض النظر عن التاسك اللي أنتم بدكم تشتغلوها. اللانجوج موديل تستخدم في تاسك عديدة، يعني هنا عم نستخدمها هنا في الماشين ترانسليشن، ممكن تستخدم بالسبيش ريكوجنيشن، ممكن تستخدم في البريدكشن انه انا بدي مثلا في السيرش انجن انا بدي اعمل بريدكت للنكست وورد. فكل ما كان اللانجوج موديل انه معمول بشكل افضل كل ما كان في قفزة في النتائج بشكل كتير كبير. وفي النيورال نتورك لو انا بدي استخدم لانجويج موديل في النيورال نتورك اللي هو راح يكون للترانسفورمر او البيرت، يعني مش موجود اداؤه هنا نيورال مع بيرت، ولكن انه هذا الكلام زي ما يعني انه ممكن اعطيكم اياها كمعلومه انه هو يعني بيعطي قفزه للنتائج بشكل كتير كبير. فهذه هي الخلاصه اللي انا بدي اياكم تفهموها من هذه الرسمه. تمام، يبقى الخلاصه كمان مره انه بغض النظر عن حجم البيانات دائما انه الستاتستيكال مع بيج لانجويج موديل اداؤه افضل، اما بالمقارنه مع النيورال، النيورال اداؤه بيكون سيء في السمول داتا سيت، وبيكون يعني بتفوق في لما تكبر الداتا سيت. طبعا هنا يعني بعض الترجمات لما يكون انا عندي الكوربوس لتريننج كوربوس 1024 هنا 512 هنا 256، لاحظوا انه كل ما بتصغر كل ما انه الترجمة بتزداد سوء. هذه اول بروبلم، اول تحدي. التحدي الثاني دومين مس ماتش. هنا في هذه الرسمة كيف بدنا نرصد هذا التحدي؟ نرصد هذا التحدي في رسمة زي هيك، انه انا في عندي سيستم مبني على الاول داتا، بعدين سيستم مبني على بيانات قانون لحال، بيانات طب لحال، اي تي لحال، قران لحال، سب تايتلز الافلام لحال. لاحظوا هنا الدياجونال انه الاداء بيكون عالي، لانه انا ايش بعمل بالضبط تيست يعني مع الدومين نفسه. تمام، وهنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء، لكن على سبيل المثال قانون مع اي تي لا، الاداء سيء جدا، مفردات مختلفة تماما بين القانون والاي تي. تمام، ايش اعلى اداء عندي هنا؟ هو اعتقد 45، يعني هو كل البيانات مع الميديكال. تمام، لاحظوا انه الاول داتا انه التست تبعها انه يعني نوعا ما يعني انه نتائجه مش يعني ضئيل يعني متدنية كتير، لا اداؤه يعني نوعا ما انه جيد. وهذه بعض الـ translation examples في استخدام domains مختلفة. الكلمات النادرة، الكلمات النادرة بتسبب عندي إشكالية، هذا تعتبر تحدي. كل ما كان في عندي more frequent in training معنى ذلك إنه more likely to get the right in the test. كل ما كان أنا عندي الكلمة هذه تكرارها أكثر في التريننج كل ما كان إنه أنا أجيب ترجمتها صح أكثر. كيف ممكن نقيس هذه الشغلة؟ من خلال هذه الرسمة. هذه الرسمة أنا بحسب هنا الفريكوانسي، يعني هنا أنا عندي الفريكوانسي
وهنا انا عندي الاكيوريسي، بلاحظ انه الاكيوريسي بتزيد كل ما زاد الفريكوانسي تبع الكلمات، لانه لما تكون انا عندي الفريكوانسي ضئيلة بتقل الاكيوريسي بهذا الشكل. الوورد الاينمنت، طبعا الوورد الاينمنت احنا حكينا عنها بشكل كتير كبير، يعني انه في الاستاتستيكال انه انا محتاج الوورد الاينمنت عشان الفريز تيبل، انه انا اعمل الفريز تيبل، وممكن اتعلمها باستخدام الماكسمايزيشن اكسبكتيشن. طبعا بدون وورد الاينمنت يعني مش حقدر اني اسوي حاجه، واني اجيب الوورد الاينمنت باستخدام الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن هذا يعتبر بحد ذاته تحدي. يعني هاي شكل الوورد الاينمنت زي ما تعودنا عليه كيف شكله كان. تمام. التحدي اللي بعده البيم سيرش. تحدي البيم سيرش انه انا في عندي هنا البيم نورمالايزد وان نورمالايزد. هنا صار واضح واستوعبنا تماما انه لما ما يكونش في عندي نورماليزيشن للبيم هذا بيؤدي انه لما اطول البيم سايز يعني انه يعني اداؤه يعني بيتدنى بشكل كتير كبير. هذه اول ملاحظة. الملاحظة الثانية انه لو قارنت النورماليزد مع الان نورماليزد واضح تماما انه النورماليزد اداؤه افضل بشكل كتير كبير. الملاحظة الثالثة انه بغض النظر انه نورمالايزد ولا مش نورمالايزد، كل ما يعني كبرت البيم سايز هذا بيؤدي انه لا النتائج انه هي تنزل، بتتحسن النتائج كل ما زاد انه طول الجراف انا تبعي اللي انا بعمله البريدكشن اللي انا بعمله، انه كبرت الجراف انا عندي بشكل كتير كبير بتتحسن النتائج بس لغاية حد معين، لكن بعدين بتبدأ تنزل. لاحظوا انه التحسن هذا زي يعني ما تقولوا انه هو بلاتو، يعني مستقر بشكل كتير كبير. كمان مرة ثلاث ملاحظات هنا. الملاحظة الأولى إيش هي؟ النورماليزد أفضل من الأنورماليزد أكيد بطبيعة الحال بغض النظر عن البيم سايز. الملاحظة الثانية إنه بغض النظر عن الـ يعني نورماليزد أو أنورماليزد، كل ما زودت البيم سايز هيقل الأداء بشكل أساسي. لا بس ما انا حكيت هيك. لا هما الملاحظات انه انا استخدم النورماليزيشن اكيد يعني انه بيعطيني نتائج احسن، يعني انه يعني من انه انا استخدم الانورماليزد. الشغلة الثانية انه يعني هي برضو نفس الملاحظة الأولى اللي أنا ذكرتها، اللي هي انه لاحظوا انه لما ما استخدمش نورماليزيشن على طول بيصير في عندي يعني تناقص في الأداء بشكل كتير كبير. بعدين انه الملاحظة الثالثة اللي هي البيم سايز. يعني الملاحظتين الأول يعني الأولين يعني مرتبطين مع بعض نفس النقطة. النويزي داتا، النويزي داتا ايش هي؟ انه عادة انه انا بدي بارلل داتا، عادة انا ممكن اجيبها من الانترنت، بارلل داتا ممكن اجيبها من الانترنت، ولكن انه الداتا اللي ممكن اجيبها من الانترنت ممكن يكون فيها نويز، انه فيها اتش تي ام ال تاج محتاج انه انا اضيفها، فبالتالي يعني انه ممكن اعمل كلين للكوربوس. يعني هاي هدول الريفرنس حكوا انه كيف ممكن انه اعمل كلين للكوربوس، ولكن هذه كلين داتا سيت، هذه
نويزي داتا فيها اتش تي ام ال تاجز من الانترنت، لاحظوا انه في الاستاتستيكال مع انه هذه يعني نويزي، لكن انه حصلت نتائج افضل شويه، وللزياده انه 1.2%. اما في النيورال لا، الاداء قل بشكل كتير كبير، يعني هنا كان البلو سكور 27، هنا صار 17، يعني قل بنسبه او قل يعني 9.9. فبالتالي انه النويز يعني بتاثر على الاداء بشكل كتير كبير. ايش نوع النويز اللي ممكن يكون موجود عندي؟ مس الايند سنتنسز. ايش المس الايند سنتنسز؟ كيف؟ صحيح، كيف ممكن يكون؟ يعني أنا بدي أضرب لكم مثال، لو أنا بدي أجيب بيانات من الإنترنت، بدي أفتح مثلا اليورو نيوز، اليورو نيوز على سبيل المثال طبعا هذا بالعربي، الحرف الأوكرانية، مديرية الاستخبارات الأمريكية تقول أن بوتين لن يتوقف في دونباس. فبدي أشوف الإنجليش فيرجن، أوكي، مش موجود. ممكن نجرب شغلة إنه إنجليزي، نجرب هاي. أوكي. برضه مش موجود، يعني كانت انه يعني انه انا بقصده انه يعني على سبيل المثال انه سياسة يورو نيوز انه نفس المقال انه بيكون كيف؟ لا لا، كانت انه شغالة اللينكس هذه قبل هيك، يعني انه انا جبت منها برا للديتا قبل هيك يعني، بس مرات انه يعني ممكن يكون انه هي بتكون عادة مش زي البي بي سي، انه انت عندك خلص انه هذه انه اخبار مختلفة، الانجليزي مختلفة عن العربي، لكن في اليورو نيوز الأخبار عادة بتكون يعني عبارة عن ترجمة من بعضها البعض. بس إيش اللي ممكن يكون؟ إنه مس ألاين سنتنسز بسبب إنه تاج زيادة مثلا في الـ HTML، هذا بيؤدي إنه إنه الجملة هذه اللي مقابلها إنه لا، إجت في ترتيب مختلف، هاي اللي أنا بدي أوصل. طيب، this fluent language اللي هي عبارة عن إنه bad translation. بعد الترانسليشن ممكن تكون من الماشين ترانسليشن نفسه، انه هذه اصلا يعني برا للكوربس، انه انا جبتها من الماشين ترانسليشن نفسه، او ممكن تكون بسبب تاني مثلا زي السبتايتلز. السبتايتلز انا حضرت لكم بعض الامثله هنا تبعت الافلام، يعني على سبيل المثال انه هنا في السبتايتلز هم مين اللي بيترجموا؟ ناس هو مش مترجمين محترفين، تمام، خلاص ان هو بياخذ بينزل الانجليش سبتايتلز وبيبدا يترجم فيه. فهنا انه انا لست مطلبا، ماليش فيه، فبالتالي انه هو راح غلط يعني بالضبط. هذه ستصبح عجوزا ملؤه الندم، يتربص ريب البنون وحيدا، يعني فاستخدم ترجمة. هذه اكثر وحدة، يعني انه ما الذي تفعلينه بحق الهيل وانت توضع في القهوة ويخصم بها الامريكيون كثيرا في الافلام، لا اعلم. فهو مش عارف يترجم، فكتب انه الترجمه تبعت الهيل. صحيح، اوكي.
فهذه يعني ترجمات disfluent translation أو disfluent language bad translations أو wrong data، إنه أنت بتيجي بتركب بيانات إنه استخدمت بدل ما تستخدم إنجليزي استخدمت فرنسي إنجليزي بدل ألماني إنجليزي مثلا، أو إنه يكون في عندك untranslated sentences. وهذه الشغلات إنه ما دام إنه البارالل كوربس إحنا بنجيبها من الإنترنت، هذه الشغلات أنا ممكن أجيبها مثلا من ترجمات زي إيش مثلا؟ زي ترجمات اللي موجودة في البرمجيات. يعني على سبيل المثال انه هاي الموديل هنا بيعرض لي كل اللغات المتوفر فيها الموديل، وانه هذه قديش انه يعني انه الترجمة هذه انه هي موجودة، هذه 100%. لو شفنا كوها مثلا على سبيل المثال حتلاقوا انه كل الترجمات هي عبارة عن 1.5 مليون تقريبا، في عندي تقريبا 500,000 جملة محتاجة لسه لترجمة، فبالتالي هذه مش ترجمة كاملة. فأنا إيش بروح بسوي؟ بروح بنزل إنه الجملة هذه، فبالتالي أنا عندي كل الجمل، يعني معظم الجمل إنه في لها نص بالعربي يقابلها، لكن في عندي 500,000 جملة ملهاش يعني إنجليش يقابلها إنجليش، هي هيك بتكون. فأنا محتاج إن أعدل الإنجليزي في الترجمة. فهذا بيؤدي يعني هذا التحدي الثاني، إنه يعني إنه نويزي داتا، إنه بتكون untranslated sentences أو short segments زي القواميس او المس ماتش دومين. فمس ماتش سنتنسز يعني هنا يعني هنا لو كان مثلا 5% قديش ممكن يكون انه بنقص لي في الاداء، لو كان 10% 20%. لاحظوا كل ما زاد انه نسبة المس ماتش انه قديش انه هو بيأثر على الأداء بشكل كتير كبير. هنا untranslated sentences هاي السورس وهي التارجت، تمام. هنا النسبة انه 5% السورس بالتارجت، شوف قديش الأداء. 10% لا زاد الايرور، 20% بيزيد الايرور، بينقص بشكل كتير كبير، تمام. فهنا انه معطيني مثال انه فرنش سورس وفرنش تارجت، قديش لما كان 5% 10% 20% كل مرة إنه هو بيزيد النسبة. الشورت سنتنسز برضو إنه هو عارضها زي هيك. التحدي ما قبل الأخير اللي هو الكنترول أوفر أوتبوت. إيش يعني الكنترول أوفر أوتبوت؟ إنه أنا بده يكون في عندي قيود في الكونسترينت، انه على سبيل المثال انه بطلب انه اعمل override للديسيجن في الديكودر. الديكودر مثلا اختار كلمات معينه في الديكود، ولكن انا بقول له لا ما تستخدمش هدول. ايش الاسباب؟ انه translation follow strict terminologies، ممنوع تستخدم هدول المصطلحات، تستخدم بجبره انه هو يستخدم هذا المصطلح مع انه هو بينظر انه المصطلح هذا هو له افضل ترجمه، يعني زي هيك. او rule based translation of dates أو quantities أو إلى آخره من هذا الموضوع، تمام. هنا ضارب مثال إنه هو معرف XML schema، إنه بقول له إنه أنت كل ما تلاقي في الترجمة الراوتر، تمام، إنه هذا هو عبارة عن موديل اللي هو الـ PSY-X500 Pro، هذا ما تترجم لي، ما تترجم لي تقول لي بي سين ويا سي مثلا سين 500 برو اللي هو محترف مثلا، لا خليه زي ما هو. او ممكن يكون في عندي كونسترينت في السبتايتلز، انه الترجمه مش مكفيه في الشاشه، يعني هو انا في عندي ترجمه انه في عندي مساحه محدوده عشان انا، فبالتالي بدي احاول انه انا اقصر الترجمه قدر الامكان. فهذه هذا قيود، انه بقول له بدي اياك تترجم بس طلع ليش البيست ترانسليشن، طلع لي ترجمه 9 مثلا ل 50 كاركتر زي هيك، تمام. او انه انا اقول له قيود بانه انت يعني طبيعه النص اللي انت بتستخدمه انه هو عباره عن شعر، تمام. فهذه هي القيود اللي موجودة عندنا في الماشين ترانسليشن بشكل عام.
هيك بنكون انه احنا خلصنا، يعطيكم العافية.